ثلاثة وشربتيهم في الحين المحموضة ما تتبقاش، حتى اللي عنده التخمة اللي عنده الإسهال اللي عنده التخمة في جسمه وعنده الأمعاء عيانة إسهال أو إمساك، ما شاء الله الماء مغلي تينقي. أنا شربته البارح شوية سخون صراحة جوعني من بعد ربع ساعة. والجميل هو أنه منشط هرموني، يعني حتى الناس اللي عندهم الضعف الجنسي ياخذوه قبل، فهو كيرفع الحواجز الهرمونيه والحواجز العصبيه، فتيريح وتخلي الجسم مرتاح. هذا اولا. ثانيا مغلى الشاي، تنغلي شويه الماء مرقه الشاي اما فمنا وتنشرب عليه الماء، واما تنحركه وتنشحروها في الشاي وتنصفيه وتنشرب بدون سكر، لان الشاي مغلى الشاي بدون سكر تحيد الحموضه، ومغلى الشاي بالسكر هو اللي تيبني الحموضه وتزيد في الحموضه وتتعب الامعاء وتتعب البنكريا وتسبب لنا السكري. عقلوا جوج هالما مغلي يترو في النهار حتى جوج يترو، يدير ربع ساعة في الحين ديال المشكل، نعاودو نص ساعة من بعد، وإلا نستعملوا مغلى الشاي. كاين المغلى ديال قشور الرمان عباد الله، مغلى الشيح، مغلى الزعتر، غير حنا تنقلبوا على اللي موجود في الدار. علاش باش تكونوا بحال سيدة تتصنت لهذا المنبر المبارك لقات راسها على عندها ضربات القلب؟ كنا تنتكلموا على الماء والبصل، في البلاصة مشات خذات الماء والبصل رجعت كملت ليميسيون، في ليميسيون ارتاحت. عباد الله هادو ناس تيعلنوا هاد النجاحات في وسط الاوساط اللي هما فيها، وبعضهم البعض تيفتخروا بها. واش الماء والبصل تيكلف وتيعالج كثير من امراض القلب؟ ولكن حسن المتابعة بالمقادير، وخليكم صاحبي مع الطبيب، وجلسوا مع الطبيب وقولوا اش تنديروا، ما تخافوش من الطبيب. واخا يتقلق في الاول غير خايف عليكم، في السلول ان شاء الله غادي تنوروا له الطريق، وغادي يزيد ينوركم حيت هو عارف الحيتيات اللي انتم ما عارفينش، صفتوا اخصائي ما شاء الله. اذا وصفه اخرى اللي لابد ان تضبطوها في حموضه المعده، وعصير بطاطا. تنغسلوا بطاطا مزيان، تنقشروها، تنعصروها بوحدها، ما تزيدوا لا حليب لا الماء، تنعصروها وتناكلها مباشرة الحموضة، باي باي الحموضة. ولكن لا كولوباتي، العصر في الأمعاء خصو لابد أن ساعات النحل، وخصو شوية ديال الجوع، الماء والعسل أو الماء والبصل والعسل، فقط ثلاث أيام إلى ثلاث أسابيع ممكن تضبطوا الجهاز العصبي. ومع النحل لقيتوا أحسن معالج للجهاز العصبي. أنتم شتيو الناس الأمراض اللي سبقت تكلمنا عليها، حتى لينوغولوك تعترفوا بها، حتى لي كارديو تعترفوا بها، حتى كثير الناس اللي في الجهاز الهضمي خلال الكولوباتي أو الأعصاب على صعيد الجهاز الهضمي. صفات اللي دارت حتى على ساعات النحل، دارت لساعات النحل وجدت 25 نحله وثم لساعات النحل. اذا هادو مزيان انهم استعملوهم. لذا بحال ذاك المساج اللي كنا كثير الناس علمناه اللي تيجي عندنا العياده، وغادي نحاول نذكره لكم باذن الله بطريقه اللي غادي نقدروا نفصلوا باش نزيدوا نبينوه. كثير الناس كان عندهم الام الوالده، الدوره الشهريه عيانه او النزيف، هذا المساج تيعاون. اذا ما هو الا حركه دائريه حول لوكوردون امبيليكال، تنديروا بزيت الزيتون مع قراءة آية الكرسي سورة الرحمن، وتم مساج على العمود الفقري في الظهر، عطى نتائج كبيرة واسترخاء وترك العياء. نعم، طيب سؤال آخر يقول السلام عليكم، هنا ومنذ الصدر البيضاء، عفاكم طريقة استعمال الماء والبصل وحبوب اللقاح. وسهلة، تتغلي كاس الماء ملي دفا شوية تدير فيه جوج معلقات ديال عصير البصل، تحركهم في الماء، معلقة حبوب اللقاح تخلطهم مع الماء والبصل، وتاخذوا ديما قبل الوجبات واحد الساعة وربع ساعة ونص، تاخذهم خمسة ستة المرات في النهار، عطى نتائج كبيرة جدا. تصوروا هذه الوصفة هذه اشتغلنا بها في الهيبرتونسيون، عطات نتائج في السكري، في الفشل الكلوي، في القلب والشرايين، اشتغلنا في الابيليبسي، اشتغلنا فيها في ليزونجيوم، في الكبد او كذا، اشتغلنا بها في المشاكل ديال الالتهاب الكبدي، يعني اكثر من 70 مرض مستعصب على طريقه هذه الوصفه، وعطت نتائج كبيره جدا. لذا نقول الى اطباء بدايه هما تعطيو لي كورتيزون لي كورتيكويد، حنا بدايه تعطيو الماء والبصله مزيان، الماء مغلي زائد بصل، وعطانا نتائج تنقيه واعاده بناء العضو المريض. نعم، طيب اسامس اخر يقول السلام عليكم، ولدي عنده عامين فاتوا بحمرون ولكن خلى فيه لي تراس في وجهه. اللي تخاص في الوجه هو حكيت لكم على حاله ديال فقصه الكبير بنت 11 سنه، كان تحرق لها وجهها نتيجه الحرق في البيت اللي توفى من خلالها، توفى الوالد ديالها الله يرحمه. فاشتغلنا شهر ونص، 60% ديال الحرق في الوجه الحمد لله ما بقاش، الوجه بدا تيبني. اذا اولا تنديروا تناخذوا القريص من الحل على المكان، تنديروا بخار ديال اليزير باش ننقيو،
قريصة النحل وتنديروا العسل مع الغذاء الملكي جوج ثلاثة المرات في النهار. الحمد لله شهر ونص تنقدروا نعاودوا نبنيو. لذا لي سيكاتريس واخا يكونوا 30 عام الحروق الجلدية حتى لي زيسكار انت تكون انسان مريض تيكون في لوبيتال وناعس تيكون واحد الثقب في الجلد وتيكون تعفنات حتى ذاك المشاكل ديال السكري تيكون تعفنات وثقوب في الجسم وتعفنات وتقيحات في الرجل تادو الحمد لله تنجحوا فيهم فتنقدروا نبنيو الجلد من جدا وجديد. لذا حسن استعمال العسل والمنقيات بحال بخار اليزير او مغلل يزير مغلل الشيح ثم لسعات النحل تقدرون بنيو الجلد ان شاء الله بدون مشكل. كتعطي بزاف الوصفه ديال عصير البصل والعسل والمدافي بغيت نعرف واش غتليق ليا لهاد المشاكل اللي انا عندي. اولا عندي ديلوندير في قراجتي وعندي شامبينيون في ظفاري وبغيت نشوف واش كتليق حتى نقص الوزن باسكو انا نقص ندير الريجيم ونقصت الوزن ولكن عندي فم المعده عندي بقى لي عامره ما عرفتش واش غتليق ليا هاد الوصفه ولا لا. وعندي ديلوندير في لا غورج ديالي عندي دخل التحاليل ديالي خرجوا لي مزيان ولكن عندي ما بغوش يحيدوا لي هما قال لي الطبيب خصني نحيد ماشي نحيدهم غير هما خصني نحيد لا تيغويض كامله وانا ما تخوفتش لحقاش لي زعما تيخرجوا لي في نورم ما تيخرجوا ليش زايدين. بغيت نستشر مع الاستاذ اذا كان ممكن يفيدني في هذا. اولا عسل البصل مع الماء والعسل غادي يعطيك نتائج كبيره من جهه. اذا فتصور سيده بعد ما استعملت الماء والبصل 3 إلى 5 مرات في اليوم استطعت اكثر من 20% ديال لي شامبينيون في الظفر يتغلب عليهم. هنا لقينا على انه الماء والبصل عنده نتائج كذلك على الامراض الجلديه. فمن جهه اخرى هو الماء والبصل فهو الانتيبيوتيك الطبيعي. الانتيبيوتيك الطبيعي ما معنى انتيبيوتيك ديزانفكتون ضد التعفنات مزيان. اذا فحتى الاسم لابد انه ناخذه في الاطار ديالو ما ناخذوش غير الاطار ديالو حقا سميه جميله ولكن فهو ستان ديزانفكتون مزيان. ثانيا انه لقينا عن طريق الماء والبصل يمكننا ننقيو لي نودول من لا تيغويد واحد فقط انه هاد لي نودول حنا ملي تنستعملوا حجامه واحد تنقيو الدور تنقيو القنوات الدمويه اللي تتوصل تتوصل لا تيغويد من جهه. وثانيا ملي تنستعملوا لسعات النحل اللي هو ديجا سي فيهم دي زونتي انفلماتوار مهمين وتنحاولوا نرفعوا المناعه ديال المكان. وثالثا عندنا دي زونزيم اللي تيدخلوا في وسط هذه الخلايا ديال لا تيغويد وتيخليوا مواد جميله جدا متميزه تدخل باش تحاول تحفز المناعه وتنقي لو رودريسمون دو لا سيتياسيون ديال لا غلون تيغويديان. لقينا على انه عندنا اكثر من 7000 نجاح في لا غلون تيغويديان كانوا غادي يديروا عمليات عن طريق هذا الاسلوب اللي هو بسيط والناس استعملوه بلا ما احتاجونا نستطيعوا على انهم ينجحوا. لذا تنعطوا لا بروبوليس مهم جدا تنديروا مع العسل وشويه ديال غذاء الملكات او تنستعملوا كذلك مواد بحال الماء المغلي وحال عصائر نقيه طيبه فهمتيني. فهذا عطانا نتائج كبيره وعن طريق الاسم يمكننا ننجحوا ان شاء الله بدون مشاكل. مع الخارج العلوي عبد الكريم الاولى كتعلق بهذاك سميتو الزوجه ديالي كتعلق بهذاك امراض القلب عند القلب عندها نقص فيه يلاه 29% ديال الفونكسيونمون ديالو مده ديال عام تبعنا داكشي ديال العسل قريص النحال واحد الريجيم اللي هو هذا سميتو واخا هو شويه قاسي ديال هذاك المعدنوس والبصل والخل والحمد لله في طرف عام عطات النتيجه رجعت للحاله كما كانت هذا سميتو احسن من اللي كانت ما شاء الله. ولا قلب احسن من القلب ديالك عبد الرحيم. لا احسن لان كنا كنستعملوا شي ادويه هذوك الادويه ملي درنا هذوك اللي راديو وهذا في درسانه اللي درنا هذوك اللي راديو ان الطبيب تفاجئ لان عاودناهم ملي وقفت تستعمل هذوك الادويه صافي كان واحد كاردي فيران وكان شي واخا ذكرت الاسماء ماشي مشكل. لا ماشي مشكل ولكن المهم بعد هذيك سميتو واحد الادويه الحمد لله هذاك سميتو ولات الحاله عندها عاديه ومتبعينا لان كان عندها جوج ديال الامراض اللي هما مزمنه القلب. الحمد لله دابا صافي وقفنا هذيك سميتو الادويه ديالو الى اخره وقعدنا دابا هذاك الشيء ديال القصور ديال الكيلي. القصور الكيلي مشينا في واحد الحاله اللي هي صراحه هذا سميتو يعني متاخره بزاف ومتدهوره لان الكرياتين كانت طالعه لعندها شي هذا سميتو تقريبا شي 395 ولا شنو هو ديال الكرياتين. تبعنا هذا الشيء ديال التصفيه ومن فوق كنديروا هذا سميتو هذا الشيء مع الخبير العلوي
عطانا تاهو كذلك ريجيم وبعد ذلك سميته الماكلة. الحمد لله دابا في الصبر تاعي صبر دابا راه عام وشي حاجة عام وثلاث شهور بالتمام والكمال. دابا الحمد لله الكرياتين نزلت جكروها دابا هذا سميته شي 65% واللي حالة اللي زلات الطريق ديالها اللي كيقول لها اشنو كدير فهمتي اشنو اللي كدير كنزلت مين كنزلت بالتصفية والحوايج اللي اساسيه عاوتاني انه واخا كتمشي كدير التصفيه ملي كتنوض عادي انت بحال كانها ما دايرش التصفيه فالكونتر ان اللي معها كيخصو يريحو ربع ساعه نص ساعه اللي كينوضو فهمتي هذا الحوايج. وان كان كنقول لك دائما كنركز على ان الريجيم ديال الخبير العلوي شويه قاصح لانه ما كاينش اي واحد يديرو خصو يكون شي واحد جدي وعنده اراده وعزم. فوالا اذا عندك الاراده وكنقول بان راه هذا هو عندي الواحد اللي غادي تبدو لان كيحيد لك الملحه كيحيد لك السكر كيحيد لك اللحوم كيحيد لك كل ما كتبقى عندك الماكله ديالك هو كطيب في الطين وتستعمل الزيت البلديه وتستعمل هذاك الخميره البلديه وحتى هذاك اللي كل يعني شي حوايج كتشاهم انت ما كتبقاش تاكلهم الا بغيت تاكلهم خصك تراجعو باش يعطيك الوصفه اللي خصك تاكل فيه. الحمد لله عندنا هذا سميتو ليري ديالها وليري ديالها دابا تبارك الله هذا سميتو بعد ما كانت كدير والو دابا تبارك الله راه وصلنا للايطرو لارو بارفوا هذا سميتو حتى الايطرو وان كان خصو مازال خصو يتزاد هذا زعما وكنشكروه زعما النيابه على هذا سميتو كنشكروه واحد الشكر اللي هو جزيل الحمد لله وبغينا ان الناس تمد ليه هذه المساعده باش يخدم فهمتي باش يخدم ومن هنا نسيت ما قلتش لك انه كنديروا حتى في هذا السميت كيدير لنا داكشي ديال القريش النحل وكيدير لنا عاود ثاني مساله اخرى اللي هي اساسيه هذيك الاخر الحجامه وكيدير لنا الحجامه الجافه ماشي الدمويه الى واحد الحجامه لان غير في شي مناطق هذا سميتو الحمد لله كنحس بالحاجه مزيان هذا سميتو كل شيء مزيان هذا بغينا نشهدوا هذه الشهاده لله اكيد مرحبا مرحبا والله العظيم بغينا نشجعوا هذه الشهاده ديال البلاد هذا لان حتى الامكانيات الماديه ما تكونش شي امكانيات اللي هي كبيره نعم بعد ما كتمشي كتاخذ مثلا ادويه مثلا اللي كتفوق 500 درهم 600 درهم الحمد لله كاين واحد الثمن اللي هو كيكون في المتناول ديال هذا سميتو وكله هو ماكله وكله هو واحد الحوايج اللي انت كتستافد منها واخا كتعطي فيها فلوس ما كتمشيش ضايع كيعطيك مثلا العسل كيعطيك مثلا البصل كيعطيك مثلا هذاك سميتو الثوم كيعطيك مثلا هذاك بعض هذاك سميتو الخل ديال التفاح وهذا سميتو شي حوايج اللي هي مزيانه انت كتاكلها انا بالنسبه لي انا كنحس بان فلوسي ما كتضيعش ناخذ واحد الحاجه اللي هي ماده وكنستعملها والحمد لله ونزيد مساله اخرى ثاني حتى البشره ديالها يعني تنقات وصفات وهذا سميتو بحال ما رجعت الشباب واحد انا كنقول لك ما القلب ديالي انا راني في هذا الشهر الصيام هذا ما عنديش فلوس راجل هذا ما عنديش فلوس ديالي وكنتلاقى مع ناس عنده تما بالنسبه لهذا سميتو واحد المراه كانت عنده تما كتدير داك الشيء ديال شنو كنقولوا له سيريز دو فوا هذاك المرض ديال التبيد فهمتي في ضرب عام ان هذا سميتو يعني حي ما بقاش عندها صافي مشى ورغم انها كان كيبغي يتخاصموا مع اولادها وبغي يتخاصموا على شاب ريجي كدير لي من الى اخره تلاقيت واحد السيده عاوتاني دار لها السكر الشبكه ديال العين في ضرب 15 يوم كتقول لي راه وليت كنشوف التلفازه بحال كيضحك معاها هو كيقول لها واش التلفازه شاعله ولا طافيه كتقول لها وين الحاج راه التلفازه شاعله راه وليت شفت طافيه هذه زعما شي حوايج اللي انا كنديرها سميتو بيناتنا كنشوفوا المرضى كل واحد كيسول اشنو عندك انت شنو عندك انت هي شي واحد بنيته تاهي كذا وبنيته صغيره فهمتي تاهي كان عندها الشوف ناقص فهمتي دابا شي ديال قريش النحال وهذاك الريجيم الحمد لله تاهو مزيان انا شخصيا انا استعملت عنده شي حاجه على النظر على النظر هذا سميتو الحمد لله دابا النظر عندي انا كان اوقف عندي كان عندي هذا سميتو غادي كيبدا كيهبط
ودار لي شي قريصات ديال النحل المده ديال هذاك سميتو شي 3 شهور ولا شنو قريصات النحل. الريجيم ما قدرش عليه ما كذبش عليك الريجيم تاع عاطيني ريجيم شويه قاسي ديال السكر الملحه وهذا سميتو ما كنقدرش نشرب القهوه بلا تكون فيها شويه السكر هذا سميتو اتاي كنت كندير نص نص فهمتي فهمت اخويا سميتو 3 شهور اللي تبعت معاه وما كملش انا بقى عندي هذاك سميتو النظر واقف في هذاك الحدود ديال 0.1 عمرو الوقت ديالنا كخي ما كيتبقاش هادي زعما هادي شواهد شهاده كنشهدها لله وكنشجعوا الناس لانهم يمشيوا يديروا هاد الشيء كتبقاش من هادي عند الناس المختصين ماشي عند اي واحد ماشي واحد يكون عشاب ولا شي حاجه ويقول لك انا كندير الطب البديل فهمتي ونمشي عنده. وثانيا ان اللي كيشجعني انا نمشي عند العلوي عابد هو انه ما كيعطينيش عشو ما كيعطينيش شي حاجه كيعطيني عسل كيعطيني مثلا انا سميتو مثلا ازير كيعطيني مثلا الاخر من عند الناس في المطبخ ديالنا نعم شي حاجه اللي هي ديالنا كنديرو هذا سميتو وكيركز بزاف على البيو كيقول لك خصك تاكل هذا سميتو البيو وكيتو كي هو انا كيتماشى مع هذا سميتو الدكتور الفايد تا هو فهمتي هو كنستافدو منه تا هو كنستافدو هذا سميتو الحلقه ديالو. الانسان اذا بغى من طبيعه الحال ياخذ مدعمات بحال هكا ومقويات في اطار اللي هو طبيعي ومن الناس اللي هو شهاده لله مختصين هذه شهاده لله. نعم نعم سي عبد الرحيم ما يكون باس وعلى سلامتكم طبيعه الحال شهادات كنعزز وجميل ان نختموا حلقه اليوم بهذه الشهاده الجميله. جميل شوف سبحان الله هذه الجديه ديال هذه العائله ما شاء الله. ولكن ما قلتيش لينا بالله راه هذا الريجيم ديالك راه صعيب وقاصح. لا قال لنا عبد الرحيم هذا الشيء راه صعيب حيت ولفنا واحد السياق من الحياه واحد الجو معين وركزنا على اللذه السكر والملح ما مشينا المر مشينا نسينا الحامض نسينا باقي الاذواق الاخرى. اما انا اللي تنحيي في سي عبد الرحيم ذاك الجديه والانضباط تصور على انه بوغان وتيجي حتى سيدي معروف حتى ياخذ 3 ساعات والمتابعه والجديه وانتم شهدتوا نداء الى الاخوان لجمعيه الفشل الكلوي انتم تتشوفوا الكلاوي تيطلعوا جداد تخدموا بالبصل حبوب لقاح وماء تركز سي عبد الرحيم ما تخدموش بالاعشاب الا الامور المالوفه بحال اوراق الزيتون واليازير وشويه الزعتر او شويه المعدنوس والثومه هكذا تنخدموا. اذا فشل الكلوي ممكن الناس اللي ما تيبولوش يرجعوا يبولوا عن طريق البصل والعسل. الناس اللي عندهم فشل كلوي وعندهم العظم عيانين وعندهم فقر الدم بحال ممكن نعطيهم مواد اللي يخرجوا من فقر الدم ويخرجوا من العياء تاع العظم كاين ما تيعرفش يجلس كاين ما تيعرفش يبول ما تيقدرش يبول فتيبقى 7 سنين 10 سنين ممكن 20 سنه بدون بول والجسم تيخصو لابد ينقيو العياءات 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 وليس فقط حتى القلب طلع جديد كان تيخدم 29% ممكن اقل ولا تخدم 100% بشهاده الطبيب وبشهاده انه المتابعه الطبيه. هذا سي عبد الرحيم جدي ومتابعه جديه مع الطبيب ما تتهاونش وهكذا بغينا كل واحد فينا من يتبع. بالمناسبه واحد نجاح اخر لابد ان نذكره سيد سنتين مشاو البصر ما بقاش يشوف شاب عنده 30 سنه مشى لفرنسا قالوا له مستحيل تشوف الاسبوع الاول رجع يشوف ما شاء الله هذا ان شاء الله شهاده ديال غيقدم لكم قريبا باذن الله دليل على انه لا امراض مستعصيه وصدق عليه الصلاه والسلام عندما قال ما خلق الله الداء الا خلق معه الدواء علمه من علمه وجهل من جهله وهكذا نصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام ونحيي الله تعالى ونكبره تكبيرا على ما رزقنا من نعم يمكن احنا ضياف عنده ويخلينا في العناء وفي العياء وفي التعب وفي قله راحه بالعكس ربنا كريم ورحمته واسعه.